الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال تبارك وتعالى في الرميع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي ما داران تقوى خوي تبارك وتعالى بكن وسيري حالي ختم بكن زانا تشتك تان آما ذكردو بروج دعائي شكو حقيقة إما خوشويستان لم دنيا ربوارين كاتك بين السر أقرين وبولاي خوي پروردگار خوي تبارك وتعالى لسر كده وكان من محاسبة ما نكا يا أوتا پاداشتي خير ما نداتوا يا أوتا لسر تاوانا كان من سزا ما ندا بوي باشترين شت إما لم دنيا أنجامي بدينو بجي بهالين وآماديكين بو قيامت من توحيد خوي تبارك وتعالى ايش اللي زانيانا فرمي باشترين شت كإنسان لم دنيا دنيا بيجي بيالي او ايك توحيد خوي تبارك وتعالى بك هر كسي لم دنيا درشي وتوحيد خوي پروردگاري نكرد بي راستي او كسي كي زلر مندا همو خسارتي جي كردوا هيچ قازاجي لم دنيا نكردوا كالتي دا جياوا بلكو همو جياني يعني ابيت خسارت ويا قولترين توحيد ويا إما خوي تبارك وتعالى بفرستين بتاك وتنها وداوي لي بكين بس نا وجوانا كاني وصفات برزكاني كما قرين تبولاي خوي بإيماني شي بتو وبدلي كي صاف وما خاتا بهشت فانو برينكي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.